من النجاح الرياضي لتوقعات تحقيق الاقتصاد الوطني لقفزات خلال الفترة المقبلة. النهاردة بنك ستاندرد تشارترد البريطاني رجح أن مصر تكون ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول عام 2030، وده بناء على توقعات طويلة الأجل أصدرها البنك. وأوضح اقتصاديو البنك في مذكرة بحثية نشرتها وكالة بلومبرج الإخبارية النهاردة أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وكمان وفقا لبلومبرج اليوم، مصر ستكون من أهم 10 اقتصاديات في العالم في 2030، وهيبقى ترتيبها السابع على العالم في النمو الاقتصادي. معانا على التليفون الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا. مساء الخير وأهلا بك يا فندم. اهلا بك يا استاذه ريهام. اهلا بك. اهلا بك دكتور فخري. قول لي قراءتك وتحليلك لما ورد في تقرير بنك ستاندرد تشارتر البريطاني وبلومبرج. طبعا هو طبعا ده تأكيد اللي اتقال قبل كده برضو، وده يعني برايس ووتر هاوس كوبر، ودي أكبر مؤسسة أمريكية قالت برضو نفس الكلام، بأنه يعني وأكدوا النهاردة بنك ستاندرد تشارتر الإنجليزي اللي هو موجود متواجد في 70 دولة. يعني فالتقرير ده مهم جدا، لانه بيقول انه مصر خلال 12 سنه اللي جايه، يعني في 2030 بعد 12 سنه من النهارده، انه مصر سوف تحتل المرتبه السابعه. والترتيب كالاتي: انه الولايات المتحده الامريكيه اللي ترتيبها الاول دلوقتي هتبقى نمره 3، بتاتي بعد الصين هتبقى نمره 1، الهند نمره 2، الولايات المتحده الامريكيه نمره 3، كمان اندونيسيا تبقى نمره 4، البرازيل نمرة 5، معهم تركيا. مصر في هذه الحالة تبقى نمرة 7. الجديد بقى في هذه الحالة انه مصر بتسبق كل من روسيا واليابان والمانيا في الترتيب. ممتاز. بتأتي قبلهم في هذه الحالة. طبعا ده يعني مطلوب مننا ايه علشان نوصل لده فعلا ويتحقق هذا التوقع؟ هو بهذا التوقع مبني على اساس انه مصر استثمارات، يعني هتبقى منطقه جذب استثمارات ضخمه على مستوى محلي وعالمي في هذه الحاله، ان مصر سوف يعني اكتشافات الغاز سوف تكون اكتشافات كما الاكتشاف الحالي، هناك اكتشافات عديده للغاز في مصر، الى جانب تدفقات السياحه لمصر، بحيث ان مصر سوف تحتل مسطره كبيره في السياحه، الى جانب المنظومه التعليميه الجديده والرعاية الصحية والبرامج الصحية. وفي هذه الحالة انه خلال 12 سنة، وده برضو البنك الدولي بيؤكد هذا، اذا ما استمرت مصر في هذا الزخم في مجال البنية التحتية سواء الطاقة الجديدة والمتجددة، في مجال التدريب والتعليم خاصة التعليم الفني بالذات ده مهم جدا، وتحويل رأس المال وتحويل عدد سكان مصر اللي هو 100 مليون بعد 12 سنه، عدد سكان مصر يقترب من 150 مليون او 140 مليون. مصر هتنجح في انها تحول هذا العدد الهائل من شباب مصر الى راس مال بشري في هذه الحاله. اذا ما استمرت مصر في الاستثمار في البشر من خلال التعليم والتدريب الفني في هذه الحاله، يمكن ان تحتل هذه المرتبه السابعه على مستوى العالم. تمام. قبل ان شاء الله بالنسبه لعدد سكانها، وده طبعا الناتج المحلي الاجمالي معدلا، يعني عشان المقارنه، معدلا بمعدلات الاسعار بين الدول، وفي نفس الوقت بسعر الصرف، يعني اسعار الصرف في هذه الحاله تبقى تمام. يعني ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا دكتور فخري الفقي، شكرا لحضرتك.